البلدية يابائية معندهم مشروع هوني، يعني بنيتهم اكو مشروع، هي أغض يعني ما اعرف بيها مشروع بس كان اهملوه شوي يعني، وعلى الواي ان شاء الله البلدية تيجي تنظفها. واجب الاكبر على البلدية، ايش البلدية متابعة يعني متابعة من عندها زين، استعتا اكلوا العالم طلعوا بس ما حد جاء وراها مراقب اشوف وش ماكو، ما حد جاء ولا حد يجي. نعم يعني حتى المتنفس الوحيد هو بالمصر هي هاي المناطق. نعم هاي المناطق كلها تعبانة. نعم زين شلون تحل هاي الشغله؟ والله سيدي ترفع فوق الجسر التحت حتى منظر يعني ما اعرف معقوله مسؤول ما يمر فوق الجسر عين ينظر لهي المكان؟ نعم معقوله ما في شيء؟ والله المنظر ما كويس، كله وساخ وكلته اتربه وكلته عليق وطول الماي، المنظر ما كويس خاصه واحد يطلع على الجسر يمشي بالسياره يتحقق منظر جواته كلته هناك ما منظر كويس، ساحه كبيره و العالم كله تقطيجي كل الأوساخ، والأوساخ عندنا منطقة نظيفة حتى أولادنا يلعبون.